احنا تربينا على ان الحياة مشاركة، الحياة ما بين الزوجين دايما بيكون فيها نوع من انواع المشاركة في اخذ الرأي في كل حاجة، بيكون في مشورة في كل حاجة. واللي ما قالهوش بقى الناس انه كل واحد، طبعا احنا في مجتمع شرقي، فاللي ما قالهوش الناس هما بيدونا من خبراتهم في الحياة، ما قالوش ان البيوت بتمشي دايما بكلمة الست، ده قولا واحدا، مهما احنا طلعنا قلنا واحنا بنعمل وانا اللي بمشي كلمتي، وانا طبعا بيكون في امور لازم يحسمها الراجل، لكن 90% من الامور المتعلقه بالبيت والاولاد مين صاحب الكلمه فيها؟ للاسف هي الست فعلا. فطبعا سؤالنا بيقول بتسمع كلام المدام في ايه؟ وهنا عايز اسال جمانه سؤال، يعني هل انت شايفه ان الصح ان الزوج يسمع كلام مراته؟ ده الصح؟ ولا هو الاحسن له؟ مبدئيا انا بحييك، وكنت طيب. لسه بقى هتبسط اكتر، بس انت قلت للاسف، فانا يعني مش هبقى طماعه وهعتبر ان انا ما سمعتش للاسف. انا هعتبر هعتبر ان انا ما سمعتش كلمه للاسف دي. بس عموما انا يعني انا دايما بقول الجمله دي، وفي ناس بتزعل مني الحقيقه شاذلي فكره، انا ما بعترفش بفكره اصل انا الراجل او الراجل راجل والست ست، انا ما بعترفش بيها. ليه؟ استنى بس استنى هقول لك ليه، هشرح لك وهتقتنع على فكره. مقتنع انا لا ده في البيت هنا عادي تقدر تقول رايك. هقول لك ليه، انا بالنسبه لي انه دول في الاول وفي الاخر ايا كان راجل او ست، هم شخصين مكتملين عاقلين راشدين، يقدروا كل واحد فيهم يقدر ان هو ياخد قراره او يكون ليه راي سليم فأيا كان الموضوع اللي بنتكلم فيه. فبيبقى هنا معتمدة على يعني فروق فردية، يعني في خبرات بالظبط كده. في ست بجد ممكن تكون أذكى من الراجل، في راجل ممكن يكون أذكى من الست، في اتنين هما الاتنين ممكن يكونوا أذكياء، في حد خبرته في مجال معين أو في موضوع معين أكبر أو أوسع، بتختلف. لكن مفيش حاجة اسمها في المطلق الراجل هو اللي كلمته تمشي او الست كلمتها تمشي، مفيش حاجه اسمها كده. لانه في ناس يشازلي يقول لك لا انت عندك مثلا واحد مثلا بيشتكي من مراته مثلا او من خطيبته، او ان انت عندك نديه، في نديه ايه المشكله في النديه؟ يعني انا مش يعني المفروض اعمل ايه؟ ده تلاقيه بيشتكي في اول الجواز ده، لا ما كان بيسلم امره. ايوه ما اتكلمش فتره، قلت لك ايه زوجته او خطيبته بعد يعني فتره مش هيعرف يكمل بهذا الشكل ده بالظبط. هي انا ما بشوفش ان في مشكله، هي انت شايفها نديه، بس هي مش نديه، هو احنا شخصين بنساعد بعض بنكمل بعض، ملهاش علاقه بالنديه. يعني الموضوع ملوش علاقه بالنديه، انت بتبقى داخل واخدها خناقه، فشايف صح. اللي قدامك ند بند، ايه المشكله ند بند؟ انا بشوف ان الراجل لو شخصيته فعلا قويه لا عادي جدا بيعرف يتعامل مع الست اللي قدامه، وبالمناسبه ما يقدرش يتعامل مع ست ضعيفه. وبستغرب جدا يا شاذلي لما مثلا ده ما تستغربيش عادي صح؟ انا في التفيه اتفضلي. في حاجه اقدر اساعدك في حاجه؟ طيب لما واحد مثلا يقول لك انا لازم الست اللي معايا تكون بتسمع الكلام في كل حاجه وما يكونش عندها حته النديه، احنا طول الوقت بنعدي مواقف صعبه في حياتنا، لو انت عايز ست معاك شخصيتها مش قويه وست تكون يمين يمين شمال شمال، اعرف ان الست دي في بعض الاحيان ممكن تبقى اوكي مريحك فان يعني زي ما انت عايز، بس لما تقع في موقف بجد او لما تبقى في مشكله كبيره هتحتاج ست قويه تسندك، هتحتاج حد قوي معاك يقدر يقويك. مفيش ست ضعيفه هتقدر تعمل ده، هتلاقيها وقعت معاك، هتلاقيها خدتك معاها وقت، او هتلاقيها حمل على كتافك، لكن عشان تلاقي حد بيشدك وبيشجعك ومره تانية بيقويك على اللي انت فيه، لازم تكون شخصيتها قويه، لازم تكون قادره ان هي تتحمل معاك عشان ما تكونش حمل وعبء عليك. وبالمناسبه ده اللي بيحصل بعد كده يا شاذلي، والراجل بيرجع يشتكي يقول دي حمل عليا ودي عبء عليا وما بتعرفش تعمل حاجه لوحدها. لا طبعا مطلوب المشاركه، لكن بما اننا بنتكلم عن المشاركه الاوسع في البيت في كل امور البيت المتعلقه بيهم هم كزوجين، قرارات كبيره متعلقه بالبيت، هنسيب المكان هنروح مكان تاني، التفاصيل الصغيره في اولاد كده، اعتقد ان الرجاله بيكون عندهم خبره يعني اوسع، حتى بيبقى عندهم الصوره مكتمله شويه في بعض الامور، لما تيجي المدام تختار حاجه معينه ميعاد لاي حاجه خاصه بالولد او بالبنت، فهو بيبقى طب ما نرتب المواعيد، فبيبقى عنده الصوره اوضح شويه. لكن في النهايه خلينا متفقين انه في البدايه بيكون في حاجه اسمها صراع فرض الهيبه او فرض السيطره، ده في بدايه الجواز. يعني انا جاي لكم المستقبل بعد 10 سنين جواز وبقول لكم ان ده اللي بيحصل، وكل الناس على فكره بالمناسبه كل الناس
اللي مر على زواجها فوق الخمس سنين عايشين نفس الموضوع ده، بدأوا يكبروا دماغهم بمنتهى الأمانة. في الأول طبعا احنا داخلين بقى وزي ما كانت جوانا بتقول في يعني ايه صدام بقى، احنا الاثنين داخلين نشوف كلمة مين اللي هتمشي و... لا 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 مش هسمع كلامك، وهي تقول لا مش هسمع كلامك، انت مش هتمشي كلمتك على ايه. فداخلين احنا الاثنين نخبط في بعض في الأول. أول ما بنعدي السنة الأولى والسنة الثانية بتلاقي الأمور هديت شوية، بعد شوية الراجل بقى بيحب ايه يريح دماغه يشد الفيشة بقى، لأن في حاجات هتمشي ده بمنتهى الأمانة، يعني في كلام أو في حاجات المدام هتختارها هتمشي. فهو بيدرك ده مؤخرا طبعا، بس خلاص بيبقى ده الطبيعي بقى. هي لما تيجي تتكلم في بس الفكرة بقى في الزوجة تكون ذكية وهي بتتعامل، يعني مش لازم تيجي تديله الكلمة واضحة وصريحة ويبقى في الآخر كلمتها اللي تنفذت. ما يعني ها في الآخر يعني أحب تبان إن كلمتها هي اللي اتنفذت. يعني إحنا بنبقى داخلين سيسي، لكن بتلاقي حنفي لا يمكن أبدا، حنفي خلاص تمشي المرات، فيعني براحة يعني. بس هو زي ما انت قلتيه فعلا الفكرة في الطريقة، يعني حسب ما اللي قدامك بيتعامل ازاي سواء راجل او ست. لكن في الاول وفي الاخر هي احنا عندنا مشكلة انه عارف في حد ضحك علينا زمان انا ما اعرفش مين واقنعنا انه الست ما تنفعش تاخد قرار او ما تقدرش تاخد قرار. لكن احنا لو رجعنا مثلا للحضارة المصرية القديمة احنا الستات كانوا ملكات، يعني كانوا بيحكموا بلاد، الاسلام كرم المرأة. انا ما اعرفش مين اللي طلع الاشاعه ان الست ما تقدرش يكون عندها حكم رشيد او ما تقدرش تقول حاجه او تقدر تقرر قرار فالراجل يسمعه. احنا عندنا دايما الراجل والست، طب ليه؟ طب ما نسمع بعض، يعني ليه النديه؟ ليه لازم كلمه حد تمشي؟ ليه لازم حد يبقى ليه زي ما بيقولوا كده يا شاذلي عارف في اوروبا ودول متقدمه زي ما بيقولوا الابر هاند، حد يبقى ليه يد عليا عشان كلمته تمشي؟ مفيش الكلام ده، ولا حد كلمته تمشي ولا اي حاجه. احنا بنتناقش والعادي انه مره حتى احنا لو صحاب على فكره لو اخوات مره انا هعمل اللي يريحك ومره انت هتعمل اللي يريحني. صحيح. يعني هي دايما بتمشي كده على حسب الموضوعات برضو، يعني على حسب الموضوعات وعلى حسب اهميتها وعلى حسب القرار وتبعات هذا القرار حسب التجربه والخبره برضو. طبعا يعني ممكن مثلا يكون موضوع كبير فمش مساله بقى ان انا اخد رايك المره دي والمره الجايه انت تاخد رايي، لا لو الموضوع كبير مثلا وانا شايف ان انا رؤيتي هي اللي صح وبالفعل رؤيتي هي اللي صح هنفذها، الموضوع منتهي ده يعني ما فيهوش جدل. بس انا بتكلم عن الحاجات التانية المتعلقه بالبيت. عارفه انت الكوميك اللي يقولك احنا متفقين في اول الجواز ان هي تاخد رايي في الحاجات الكبيره اما باقي الحاجات اللي هو ايه الحاجات الكبيره؟ قال لك بقى الصراعات في المنطقه ومش عارف وحاجات كبيره يعني مالهاش علاقه بالبيت اصلا. واحيانا على فكره الست بتبقى فاهمه فيها كمان حتى اكتر من الرجال عادي بتحصل، يعني حتى دي كمان مش سايبينها لكم. نعمل ايه طيب؟ مش شايفينه صح يعملوه؟ لا بس برضو لا انا يعني انا ما بقتناش فعلا انه الستات بقى وهي لازم الستات يا حرام كلمتها مش مسموعه والرجاله لا خالص. انا بشوف انه فعلا الشخص حسب طريقه التعامل وحسب خبرته. في ستات فعلا تقدر تدي قرار سليم بيكون ليها راي يحترم جدا، وفي رجاله برضو قرارها يحترم وبتبقى فعلا ليها راي زي ما بيقولوا كده رشيد او راي فيه حكمه، وفي ستات تانيه لا بتبقى سطحية جدا وما فيش حاجة تقدر تسألها فيها أصلا، ما فيش خبرة تقدر تعتمد عليها فيها. والناحية التانية في برضو رجالة يعني برضو نفس السطحية بالمناسبة، فهي ما لهاش علاقة. يعني هي كل الموضوع مبني على الخبرة والتجربة وإن احنا بنثق في بعض برضو يا شاذلي. يعني صح. أنا لو واحدة شايفة مثلا إن أنا جوزي أو خطيبي أو أخويا أو أبويا طول الوقت بيضغط عليا طول الوقت، هو عمال بيقول لي حاجات عشان بس عايزني امشي كلامه في وقت من الاوقات، وقت ما اقدر املك زمام امري مش هسمع حتى لو في نصيحه ممكن تفيدني فعلا. لكن انا لو واثقه في اللي قدامي انه عايز مصلحتي لا هبقى هنتكلم مع ده بعض بيجي بعد الثقه طبعا بالظبط. طيب على كل ده سؤالنا ومستنيين نشوف الناس هتقول ايه. طبعا يعني هو في النهايه هتلاقي كل الرجاله بتاكل عيش وهتقول لك لا ما بنسمعش الكلام ده على السوشيال ميديا وعلى السؤال بتاعنا. لكن السؤال لكن اصله هيسمع يعني هيسمع انما السؤال بتسمع في ايه بقى؟ الكلام ولا لا السؤال بتسمع الكلام في ايه؟ ايه الموضوع بقى تحديدا اللي تسمع فيه كلام المدام؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.